ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن أعظم أسباب البركة في اليوم أن تقرأ القرآن. والله إذا قرأت القرآن في يومك تنجز من الأعمال ما لا تنجزه في أيام. من أعظم أسباب البركة في الوقت الحرص على قراءة القرآن. ولما ضعف اهتمامنا بالقرآن ذهبت البركة من أوقاتنا. وذلك أنا أقول لطلاب العلم، جميل جدا أن تجعل في بداية يومك نصيبا من وقتك للقرآن، فإن في ذلك بركة عظمى. نعم.